بسم الله الرحمن الرحيم. حيدر عبد الله هو الزني الطيبي. الموضوع هو الزاوية الوزنية من جهة والمشاكل اللي كانت تخبطوها. الزاوية أولا، مفهوم الزاوية. الزاوية لعبت دور كبير في التاريخ الإسلامي نظرا للأهمية اللي كانت عندها. من جهة كانت تستقبل الطلبة العلم الشرعي بشتى أنواعه وتحفيظ القرآن، كانت كي قلنا ترشد تثقف تهذب الأخلاق والسلوك وترشد الحائرين. الإرشاد ما بقاش عندنا لأن ما عندناش المرشد. الإصلاح ما عندناش لأن ما عندناش المصلح. شفنا عدة محاولات باش داك الزاوية تقعد، وكاين شي إخوة اللي كيدخلوا. شفنا داك الزاوية بغينا لها النصر، علاش؟ ماشي للمنصب أو الجاه أو السمعة أو الرياء، بغيناها كي كانت تولي على لا إله إلا الله محمد رسول الله. الزاوية كي قلنا الأخ السي حكيم بن شماس سابقا باش كان كتب الزاوية الوزنية انهارت فعلا دابا حاليا الى الحضيض، ماشي غير انهارت. اولا السلوك ديال الزاوية ما بقاش. تصنع بشيخ الطريقة انه تقف نفسه احيانا وضروا معاه اولاد عمه، قال لهم انا هذوك ما معترفش بهم. فعلا ما معترفش بنا حيت ما كتبناش حتى في الدفتر الاخضر. أولا عنده تفويت اللي هو سبب الخيانة اللي خلت تفرقة ونزعى بين الشرفة وبين الخوت، وهو الإرث. هذا سرق هذه، هذا سرق هذه. اليوم سرقت أنا وياك، غدا الدبزنا سرقت مع الآخر، كيبقى شي حاضي من شي على ياش، على وسخ الدنيا. أما على لا إله إلا الله محمد رسول الله ما كيعرفوهاش، لأن القاعدة الإسلامية ما منطلقينش منها. وكانوا منطلقين من القاعدة الإسلامية الربانية، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هنا لا خصني ما ندير منهم كي قلت ثلاثة ديال الفئات. فئة راها باغية الله، ما كتبانش، ما كتظهرش على الساحة، كتعبد الله ومتقي الله وراضية بالنصيب. وفئة تتملق إلى السلطات من أجل مناصب ومن أجل باش يبانوا، ومنهم عاوتاني اللي كيمشي يسعى بالزاوية الوزنية في الخارج، هنا هنا هنا، هو من أجل المصلحة باش يشري السيارة وفيدا وكذا وكذا. كانت هاد التفريقات، هذا ما عنده هذا ما عندوش، الله فضل بعضكم عن بعض في الرزق. بالنسبة لنا احنا ولاد مولى الطيب محسودين على ديالنا، هو كله ديته كله زرفته، عندنا غرض. المقالة الأولى هضرت فيها حتى المقابر اللي حبسوها جدود طمعتوا فيها تبعوها، وراكم درتوا اللي درتوا ماشي مشكل. ولكن دابا شنو هو المضمون ديال هاد تحطيم الزاوية؟ أنا ماشي كنشوه بكم كي كتقولوا، أنا كنعرف بالسلوك ديالكم أنكم، كنزيد نأكد لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منكم ومن أعمالكم. الزاوية تبنات على لا إله إلا الله، ماشي بالزبونية والمحسوبية. لأن الشيخ أساسا ما دخلش الشيخ الطريقة اللي خصو يكون، كان خصو يكون حيدر العربي. حيدر العربي دابا حاليا معين الناظر. حيدر العربي ما عندوش حتى هو السلوك للمشيخة. السلوك للمشيخة كتجلى في ولدهم ولا يتهامي. متفق معاه، قلت له بغينا نحافظوا على لا إله إلا الله، نخليو الزاوية تمشي كي كانت التقاليد الجدود كذا 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 كذا، مسائل تمشي هكاك. العربي ما صالحش لنا، عين نظير الأوقاف، وأنا أسائل السيد وزير الأوقاف مع كامل احتراماتي، واش عيننا نظير أوقاف زاوية مولاي الطيب، ولا عيننا خائن أموال ولاد مولاي الطيب؟ هذاك خائن ماشي نظير، ولدينا ما يثبت ذلك. منهم اللي تزوجت حاج دريس حيدر رحمه الله، زهر بوقطايا،
هادو ناس قايمين ببيوعات وقايمين بخواض وقايمين بمسائل اللي هي كلها لدينا ما يثبت ذلك اللي حرمتنا على لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا كنهضروا على الكاتكات، كنهضروا على متاع الدنيا، حتى واحد في الشرفه ما هضر على مسجد سيدي محمد بن المكي في الرباط من اعرق المساجد. اياه ها هو مشدود كيريب، علاش كتهضروا على هذه وعلى النزاع وعلى العقار وعلى كذا؟ واخا انا منهم كنهضر على العقار لانني ضحيه الزاويه الوزنيه ومضرور، ماشي بحالكم ميسر وكديوها للتفاهات، كديوها للتفاهات فعلا. علاش الزاويه التهاميه ديال الشمال ديال الرباط درب سيدي فاتح؟ دخلت لها وزرتها مرارا وقمت بدليل الخيرات تما معهم، ما لقيتش فيها وزني حر واحد تما، ما كاينش. كاين المحبين، ماشي المحبين في الزاويه، المحبين في الله واللي قلبهم ما كيرتاح الا بذكر الله. وزن كذلك الليله ديال عيد المولد النبوي اللي خصنا حنا نحيو الليله في الزاويه الام، ما كتحياش الليله عندنا، كيمشي الشيخ يضرب الطواجن في جهه اخرى، لا هذيك هي الزاويه الام. حفاظا كنزيد ناكد حنا الورثه الحقاق ديالها من المحبس علينا، ولكن حنا ما خصناش تكون كي الزبونيه كي دايرين هما. عندنا شرفه اللي كنقول لك مخبعين، اللي هو الله اللي غتكون فيه شروط الشيخ او الزاويه اللي غادي يصلح واللي غادي يرشد واللي غايدير دروس واللي غايدير واللي غايدير واللي غايدير، ماشي اللي غيمشي يجيب للجزائر باش ياكل ولاد عمو ولا يمشي لهنا باش ياكل ولاد عمو. مؤخرا تقرر الموسم، انا لازلت اتساءل واش هو موسم او جا المهرجان وبغينا ندخلوه تحت لواء الموسم او كذا، او لان هما معروفين بالخواض. الموسم ملي كان كيدار كانت جميع قبائل المغرب كتستدعى لا اله الا الله، وكانوا كيجيو بالبهايم ماشي بالحديد، وكان كيجيو بالقياطن وكيتجمعوا حتى دوك القياطن، ما خارجينش على السلكه وعلى لا اله الا الله وعلى كذا. الموسم وقعت فيه الهضره، هو تاخر، هما جبابره اللي غيمولوه، هما عسي شيخ الطريقه، املاك ديال جدك لوكا كانت صافيه تمول عشرات المواسم في المغرب، ولكن انت اصلا ما صافيش لا انت ولا حيدر العربي الناظر ولا زهر بوغطايه، انتوما دامسين شي فشي علي الله، دامس الايمان ديالنا والتقوى ديالنا. انا سبق لي راسلت الاميره الجليله لاله مريم الله يكثر خيرها، وجاو بدني جاني الدرك وتسنت لي، ومازال كنتسنى الاوامر الساميه ديال الاميره الله يكثر خيرها والله يبارك في عمر لاله. درت البرقيه للديوان 3/2 السنه الماضيه، مازال ما جاش الديوان، وليت عاودت البرقيات ماشي مشكل، كنتسنى الله وسيدنا، وليت عاوتاني درت برقيه الحاجب الملكي لانه هو اقرب الناس لسيدنا، كنترجاو الله في هذا الشيء، وهي الموضوع ضد شيخ الطريقه الوزانيه احمد حيدره وحيدره العربي نادر الاوقاف وزهور بوقطايه، هذو العصابه اللي هلك الزاويه هنا من جهه. اما كاينه عصابه اخرى اللي هي البروتوكول، خصهم يديو الشريف يديو الشيخ غير باش يتوجهوها وحقا، جانا شيخ الطريقه بوغ لا فورم، وانما حاجه في نفس يعقوب. كما سبق لنا هضرنا على الجمع دعين شقاق، مع هاد العام قال لك لا غيمشي وياخذوا قاعد المؤتمرات باش يديروا ثلاث ليالي ديال الذكر، هذا تملق. زاويه جدكم مشدوده وقع فيها التفويت، كان ساكن فيها عديل، وقعتوا درتوا اللي درتوا، انتم ناس كنتوا لا اله الا الله، ماشي المجلس، ماشي ديال القاعة، ماشي ديال كذا، ولو قيطون غير يتجمع القلب صافي، ولكن نتوما البروتوكول مش خص هذا يسعب هذا وهذا يسعب الاخر. من بعد هذه ديال البرقية لسيدنا، سبق لي من قبل بعدا انه طلبت السيد وزير الاوقاف وكتبت 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 وما جاوبش. اخيرا طلبت منه طلب الاستقبال، وكان الموضوع انه على الزاويه الوزنيه ضد احمد حيدره وزان،
وجاني الجواب ديال السيد مدير الشؤون الإدارية والتعاون قصد الاطلاع على مشاكل الزاوية بفاس، يؤسفني إخباركم بتعذر الاستجابة لطلبكم في الوقت الراهن. سيدي أنا كتبت لك على وزان ماشي على فاس، وحتى إلا غتعذر الاستجابة ماشي مشكل، الضرورة أحكام. واش غتعطل هاد الدار إلى أجل غير مسمى؟ ما يمكنش ما يمكنش. تعينت الرابطة في 2007، كل اللي بقى خدام دابا باسم الرابطة، وحنا ما عندنا رابطة. حنا إلا كنا شرف أحقاق ماشي ديال الرابطة أو الجمعية أو ديال كذا، لأن هادشي ما كانش. الرابطة حاليا مترأسة شي واحد الله أعلم بينا وبينها، أنا ما كنعرف شكون تا الرابطة كاع، وما كنعرفش شكون فيها. عندها رئيس وهي ما كايناش. هي من 2007 شنو دارت هاد الرابطة؟ حنا ما عمرنا نربطو، حنا مصاب ربطو غير كرافات. بزاف على هادشي اللي دايرين. أنا كنزيد نأكد لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منكم ومن أعمالكم، بريء منكم ومن أعمالكم، لأن الإصلاح راه خصو يكون إصلاح النفس ماشي إصلاح الزاوية ولا. دابا الله يرحم لكم الوالدين، فكروا أنكم غتموتوا وشوفوا داك المدرسة اللي دوزت قرون والحفظ القرآن فيها، وشوفوا داك الزاوية اللي تخربت ووصلت إلى الحاضيض ما كاينش ما ليها. إلا مشينا تما ما كنلقاو حد. ما من نهار مات مولاي تهامي حيدرة في 76، داك الزاوية ما حيات كي كانت حية. هادشي راه حرام. الدنيا غتسالى. جينا للحقيقة، هذاك رياض، رياض مولاي الطيب. الزاوية هي دار النوار، بعيد عن هاد الخزعبيلات. الدنيا كلشي غيبقى هنا. حنا شنو مفرشين للغد؟ إلا كنا حنا مجرمين ما نعلموش الأولاد الإجرام. هادشي راه كيتربى في التريكة، لان ضروري الانسان كيدير واحد الملاحظه، لانه مدوا في القلب الغل لا اقل ولا اكثر. ربنا ولا جعل في قلوبنا غلا، وقع اللي وقع وفيكم الخونه ومعروفين، الله يسامح. ولكن الاصلاح اش يكون؟ نجمعوا على لا اله الا الله، مش نجمعوا على البلاد وعلى الدعوه وعلى المشاكل. ولينا نتلاقاو دابا كنناقشوا الصراعات، ما كنجلسوش نصليو على النبي ونجبدوا دليل الخيرات. ولهذا كنوجه النداء للتدخل، لان كان الموسم معروف عند المغاربه، احياء ليالي، وكيمشيو الناس للزاويه والاضرحه حسب الحب ديالهم من متعلقين. حنا كان الموسم او ما كانش الموسم، كانت الزاويه بالمدرسه ديما الموسم، مدرسه والجامع العظيم مولاي عبد الله شريف والقران. ما كناش عطالين على شي حوايج. دابا في هذا الموسم غنكون من المعارضين وغادي نشارك، لان ما تصنت لي حد، ما سمعني حد. هذيك الزاويه كنسال فيها انا، هو عنده حق يدير نص فيه الموسم، وانا نص بغيت ندير فيه الجوق، لان ما لقيناش شكون اللي غينصب بيناتنا. انا كنزيد نصرح، انا الا كانوا هادو هما الشرفه وكانوا هادو هما السلوك الشرفه، نفضل العبريه. وكما كانش نزيد ناكد لك، ومن يقال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي من غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، والله حتى يمشي لعند دوك الناس، لان هذوك الناس كيخافوا الله وشعب الله المختار وكيعبدوا الله. حنا اللي كنتم خير امه اخرجت للناس، واعطانا الله محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على الحبيب تيحب ويرضى. وكنا حنا من بين الذريه، ورا عندي شريفة حتى شجرة من بين الذرية اللي حب الله وكتب عليها وإنك لعلى خلق عظيم. شنو هو الخلق ديالنا حنا حاليا بالنسبة لجدنا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. ما نسواوش حنا حتى إنا، ماشي وإنك، إنا ما نسواوهاش في الحبيب المصطفى نظرا للأعمال ديالنا. الأعمال ديالنا ما بقات الصالحة. كاين اللي كيتصور منا الحياة والجلابة وكذا، ولكن الحق الأول اجعل الله عرضة لأيمانكم. باغي تدبر على راسك أو تعب الزاوية سير فرا، ولكن ما أنزل الله نحافظوا عليه. جوج ديال الحوايج من درسات القرآن،
وحتى داك الفقراء اللي همشنا حنا، حنا خصنا نعرفوا الفقراء اللي كانوا كيجيو الزاويه. الزاويه كتقبل كل شيء، تقبل جميع الطقوس، يجي اللي بغى يجي، يجي حماد شاي يجي عيسى وكذا، ولكن ما تكونش البدعه، يكون التأطير. حتى الا جاتها الطائفه غلطه ما عندهاش القرب الى الله او التعريف الى الله نظرا للتربيه، لان يولد الانسان عن فطره، الفطره اللي تبوا عليها جدود، كانت غزاله وعطات وخلات، ولكن حال كتندثر، لان احنا ما تبعناش الطريق اللي كانوا عليه هذاك الناس. ولهذا انا النداء ديالي راه معروف لصاحب الجلاله، خصنا الشيخ اللي غينصف الزاويه، ماشي اللي غيقسم ويبيع ويشري، والزبونيه والمحسوبيه. الشرفاه الوزان مازال فيهم الله، ولكن الامر لله. كثروا فيهم المنافقين كثر من الله، كثروا فيهم الناس ديال حب الدنيا، وهذا النزاع كل اللي قائم يترأسه حمد حيدر وحيدر العربي وزهور بوغطايا، لان احنا عمرنا ما فكرنا نتجمعوا ونقصوا بيناتنا، لان احنا كنا الناس الاصلاح. ما عمرنا اجي عمي انت راه ما صالحش هذه، خصنا نشوفوا الفقيه الفلاني ونشوفوا الاخر الفلاني ونشوفوا، واللي جا ماشي نوريو حالتنا اخبارنا شاع، دابا ما بقى ما يتخبع. حنا خصنا نقولوا الاصلاح، يجي بنادم حنا نعطروه، حنا بزاف ديال المسائل. ولهذا بالنسبه للموسم كنزيد ناكد انه غيكون فيه النزاع مفروضين عليها، لان حنا ما غنبقاوش دايرين البروتوكول على الكذوب. كاين شي قاعده منين غنطلقوا مرحبا، ما كانتش القاعده غنكون في المعارضه الى يوم البعد، وكاين الموت. ولهذا الانصاف ديالنا خصو يكون في امور الدنيا بعدا، لان كاين تفويتات، كاين بزاف ديال المسائل. وكنزيد ناكد انه عصابه بمفهوم عصابه اللي لعبها التشتيت هادو هاد الناس. حتى الا كانت نفسك باغيه الدنيا بعد، وخلي اللي باغي نفسو حب الله، واللي باغيين يتجمعوا في ذاك الدار في ذاك الزاويه يطلعوا في قرى، يطلعوا اللي بغى يطلع، ولكن ديما ذاك المكان ما يخطاش من لا اله الا الله. ما نقولوش عطالين على الموسم هذا، غيصرف الموسم هذا، ما عندوش باش يصرف الموسم، عندكم باش تصرفوا العجب، لكن ما عندكمش الايمان والتقوى والقلب اللي غيصرف هذا الشيء، وما عندكمش حسن الظن في الله، حسن في الظن في الله ما عندكمش. هذا اخر نداء غادي يكون، ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نزيد نعرف بكم بشي حوايج، لان حالتكم عطات